إنييستا بيسرع توغل يلعب تمريرة من ميسي، عندما يستلم ميسي ويتوغل ويمرر إنييستا في المكان المناسب، خرج خلف المدافعين، استلم وسدد في الزاوية 90، هدف مقابل صفر للبارسا بعد 6 دقائق لعب منذ انطلاقة المباراة. يا له من بارسا ويا له من هدف ويا لها من بداية في سانتياغو برنابيو. حزين الآن سانتياغو برنابيو، كل ساكت إلا من خلال 2000 مناصر كاتالوني موجودين في مدرجات الملعب. الآن أنصار الريال يصفقون لفريقهم، مرت فقط 7 دقائق.